مع عبد الرحمن، عبد الرحمن يبحث عن المرور، ينجح في تمريره بينيه، هذه خطره راح عنده. هو اللي متعهد ومتخصص منذ الدور الاول فيكتور فيغيروا، يجدد علاقته وصداقته مع شباك الحزم، ما هي جديده، هدفين في مباراه الذهاب وهدف هنا في ليله الاياب. اذا النصر يبدا ما فيها شيء، انطلاقة سليمة، تمريرة حلوة، استلام أجمل، مرور أروع، نهاية لابد أن تكون على هالشاكلة. العالمي مثله مثل الغير في الملاعب الأخرى، يبدأ الرحلة، يفتتح المشوار، يسجل أول أهداف المباراة. حلوة يا ولد، مرور جميل، استلام أحلى، هي حقيقة يعني نصف اللمحة هي لما يستلم المهاجم بطريقة سليمة. فيغيروا استلم صح، عدى صح،